أطلقت حملة صداقة نحو بيئة عمل صديقة للمرأة بالتعاون مع وزارة العمل مبادرة في مؤسسة حضانة في مطلع العام 2014، وكان ذلك بعد إعلان التعليمات الجديدة الخاصة بالمادة 72 من قانون العمل، والتي ساهمت الحملة في تحقيقها، والتي تنص على توفير أماكن رعاية لأطفال العاملات في المؤسسات التي توظف 20 امرأة عاملة لديهن 10 أطفال أقل من 4 سنوات. وعقدت الحملة 6 ورشات عمل استهدفت 162 شركة توظف أكثر من 100 امرأة أردنية في 5 قطاعات حيوية، منها الاتصالات والصحة والتعليم والصناعة وقطاع البنوك. بالحقيقة أنا حضرت أكثر من ورشة عمل، ودائما حريصة الجامعة تحديداً حريصة أنها تبعتنا كموظفين، وكمسؤولة أنا مهندسة بالدائرة الهندسية إنها دائماً تحرص إنها نحضر هاي الورشات. هاي الورش تحديداً كان أوريدي نتج عنها إنه مخططات أوريدي صارت جاهزة عندي كجامعة، وإنه هاي المخططات بلشنا على أرض الواقع أقدر أناقشها مع المسؤولين والعاملين بحملة صداقة. وهلأ إحنا فعلياً بصدد إنه نطلع المخططات مرخصة جاهزة. أنا بس بدي أسألك إشي. كان الهدف الأساسي لهذه الورش التي أقامتها صداقة في العاصمة وخارجها معرفة التحديات التي تواجه هذه القطاعات في تطبيق المادة 72، والتي تحول دون تأسيس حضانات مؤسسية داخل أماكن العمل، ومساعدة الشركات على تجاوز هذه العقبات من خلال تقديم الدعم الفني وإيجاد الحلول القانونية والعملية لكل مؤسسة بحسب التحديات التي تواجهها. بدأنا أكثر من ورشة مع صداقة حضرناها، ووصلنا لقناعة أنه نعمل حضانة، وبدأنا خطوات عملية، حددنا موقع، لكن بسبب الإقبال العاملات عندنا العدد أكبر من الموقع الموجود، والآن احنا بصدد أخذنا قطعة أرض من موقع الشركة فرزنا لغاية يكون موقع حضانة، وبلشنا بمخططات للبناء، وتقريبا توقع خلال هذا العام إن شاء الله قبل نهاية العام يكون البناء جاهز وتكون الحضانة شغالة بإذن الله تعالى. هلأ إحنا في صدد نبلش نجهز من الناحية الفنية لمبنى الحضانة، فإحنا هون هلأ التقينا مع في إخوان من وزارة التنمية الاجتماعية أطلعونا على الشروط الفنية، فلازم إحنا هلأ نبلش ننسق معهم، يعني قبل ما نبلش ننسق معهم، نجيبهم عنا على المبنى يحكوا لنا وين ممكن إنه نعمل الحضانة، طابق الأرضي، مخارج الطوارئ. فيعني إشي ممتاز يعني إن اليوم حضرنا وشفنا وشاركنا. حملة صداقة ساعدتنا بإنشاء أول خطوة أو ببداية أول خطوة لشركة جلوبيتال، موظفين جلوبيتال، عشان نبني حضانة لموظفين، أو خلينا نحكي لأبناء الموظفين اللي موجودين بشركة جلوبيتال. وتم تقييم نتائج المبادرة على أرض الواقع في ورشة تفاعلية حضرها ممثلون عن 22 مؤسسة كانوا قد شاركوا في ورش المبادرة وأبدوا استعداداً لتطبيق القانون. وشارك في هذه الورشة التقييمية ممثلون عن وزارات العمل والصحة والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى مديرية الدفاع المدني. وتبين من خلال الورشة أن 10 شركات قامت بالبدء بإنشاء حضانات مؤسسية لموظفاتها نتيجة التفاعل مع مبادرة في مؤسسة حضانة، واقتناعها بجدوى وجود هذه الحضانات في مؤسساتها ما تعود فيه من فائدة مادية ومعنوية على الشركة وعلى موظفيها.